الآن أرحب من دبي بمساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي للشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي الأستاذ أحمد الجرمن. مساء الخير أستاذ أحمد، مرحبا بك معنا. تابعت معنا لا شك مراسم التوقيع على هذه المعاهدة، معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية. كيف ستنعكس برأيك هذه المعاهدة على تعزيز وترسيخ السلام في المنطقة برمتها؟ معاهدة السلام الحقيقة اللي وقعت الآن قبل فترة أنا أعتبرها هي مبادرة لفتح آفاق جديدة للسلام في المنطقة الشرق الأوسط، وهي اختراق دبلوماسي للسلام. المبادرة لم تكن جاءت من فراغ، وإنها جاءت بعد معاناة طويلة للشعب الفلسطيني، وتأكيد الدور الذي سيقوم به هذه المعاهدة من أجل حقوق الشعب الفلسطيني في المستقبل. كما ذكرت أعتقد هناك قراءات مختلفة حول موضوع هذه المبادرة، إنما المبادرة السلام نحن نرى بأنها ستحقق وتعزز حقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب ستمنع ضم 30% من الأراضي الفلسطينية لإسرائيل. نعم أستاذ أحمد، حصلتم وكما تابعنا في كلمة الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية على تعهد إسرائيلي بإلغاء فكرة الضم لأراضي فلسطينية. كيف يمكن للجانب العربي الاستفادة من هذا لتفعيل عملية السلام المتوقفة حاليا؟ الحقيقة فكرة تجميد الضم هي أحد المبادرات التي وردت في مبادرة السلام العربية، ونحن حقيقة طبقنا جزء من هذه المبادرة، المبادرة العربية. والمبادرة العربية صحيح لدينا قراءة مختلفة لعملية السلام، بأن المبادرة أن وقت الضم أحد الأسباب المهمة لعملية السلام. إيقاف وتجميد 30% من الأراضي الفلسطينية يعتقد سيخلق مزيد من تعزيز فرص السلام في المنطقة وفي إحياء عملية السلام في المنطقة. نعم، كيف لمستم ردة فعل السلطة الفلسطينية على المعاهدة، وهل سيؤثر ذلك على الموقف الإماراتي المعروف والتقليدي والثابت من القضية الفلسطينية؟ نحن نستغرب حقيقة رد السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية هي ثالث دولة أبرمت اتفاقية مع إسرائيل عندما وقعت على اتفاق أوسلو في 1993 للاعتراف المتبادل ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في ذاك الوقت. إنما ردة الفعل الفلسطيني حقيقة غير مبررة. موقف دولة الإمارات ثابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. نحن لدينا حقبة تاريخية طويلة من دعم القضية الفلسطينية، سواء كان على المستوى الإقليمي، المستوى المحلي، المستوى الدولي. منذ كنا في الأمم المتحدة دعمنا القضية الفلسطينية أثناء الاعتداء الإسرائيلي على غزة. الإمارات كان لها دور بارز في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، كان لها دور بارز في صدور قرار من مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان بالتعاون مع الدول العربية. طبعا الإمارات تؤمن بحل عادل القضية الفلسطينية عن طريق إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. الإمارات تؤمن بضرورة إيجاد حل لمسألة اللاجئين، كذلك ضرورة وقف كافة المستوطنات الإسرائيلية، وقف كافة ضم الأراضي لإيجاد بيئة مهيئة لتعزيز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وأعتقد هذه المفاهيم من الجذور الأساسية اللي استمدت فيها من تاريخ دولة الإمارات أيام المرحوم الشيخ زايد الله يرحمه. أستاذ أحمد، سمعنا في الفترة الماضية أنه ما تم الإعلان عنه هو تحالف جديد في المنطقة
وأنه موجه ضد دولة أو دول معينة، ما حقيقة ذلك؟ أعتقد موضوع التحالفات انتهى هذا الموضوع. التحالف الآن تحالف يأخذ بعد مختلف، بعد اقتصادي واستثماري وبعد تنموي أكثر منه من التحالف عسكري واستراتيجي. العلاقة ما بيننا وما بين إسرائيل ستبنى على مبادئ ثقة لتنمية المنطقة وتطويرها وتعزيزها، ستبنى على فرصة مستقبلية للشباب، فرصة مستقبلية لدعم التنمية، دعم وتعزيز جهود استتباب الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وفي المنطقة أيضا. أخيرا أستاذ أحمد، كيف ستنعكس هذه المعاهدة على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة؟ الحقيقة الإمارات ستكون هناك علاقات متميزة في مجالات متعددة، مجالات مثل ما ذكرت استثمارية، اقتصادية، تجارية، في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا. سنستفيد حقيقة من هذه العلاقة في مجالات متعددة، مجالات السياحة، مجالات الصحة. دولة الإمارات كان لها دور رائد أيضا في مجال متعلق ب قضية التسامح. حقيقة المبادرة هذه ستبنى عليها تكريس لمبدأ التسامح في دولة الإمارات. دولة الإمارات اعتمدت هذا المبدأ من أيام زيارة البابا الفاتيكان لدولة الإمارات وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، وتعزيز مبدأ الأخوة والإنسانية والتسامح وحوار الأديان وحوار الحضارات. نحن نؤمن بضرورة وجود تعاون وحوار ما بين الإسلام والمسيحية واليهودية، وهذا اللي بناء عليه أنشئ البيت الإبراهيمي في أبوظبي لإيجاد هذا التنوع، نوع من التآخي وتسامح في دولة الإمارات. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، كان معنا مباشرة من دبي.